زميلتنا من ارض ملعب سلا حامد ولقاء مع نجم الفريق عمرو الجندي. اتفضلي يا سلا. رشاد، من جديد برحب بك يا كابتن هيثم، وبرحب بكل ضيوفك الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو، الكابتن محمد السلعاوي والكابتن طاهر رجب وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وخليني طبعا ابارك لك يا كابتن هيثم وابارك لكل جمهور النادي الاهلي على مباراه النادي الاهلي النهارده وفوزه على نادي مصر للتامين في اول جوله او اول مباراه في مرحله الدور الثمانيه او البست اوف فايف من بطوله دوري السوبر لكره السله رجال. يمكن معي في هذه اللحظات بفعل يا كابتن هيثم زي ما حضرتك قلت واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن عمرو الجندي. كابتن عمرو طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وخليني أبارك لك النهارده يا كابتن على مباراتكم مع مصر التأمين في أول مباراة في الدور الثمانية من بطولة دوري السوبر، وكلمني النهارده عن المباراة وأدائك طبعا أنت وكل لاعبي النادي الأهلي. أول حاجة الله يبارك فيكي وشكرا ليكي، وبشكر كابتن هيثم والناس اللي في الاستوديو. طبعا حضرنا للماتش كويس، قفلنا ملف الكاس مصر وركزنا في الدوري، اتمرنا تمرينتين كويسين وحضرنا فرقة مصر التأمين واحترمناها كويس وقدرنا الحمد لله ننزل بشكل كويس. ساعات بعد البطولة يعني في الناس تقول ان احنا كنا مستنيين ان احنا نريح او كده، ظهرنا منظر كويس وكنا واخدين الامور بجدية جدا وقدرنا الحمد لله ننزل بشكل كويس قوي ونكسب. حد جديد يا كابتن عمرو، ويعني بطوله بقى بطوله دوري السوبر، يمكن طبعا كان في توقف دولي بسبب المنتخب، المباريات بعتوا عنها شويه في الدوري لكن رجعتوا لها طبعا بعد ما قفلتوا ملف كاس مصر زي ما حضرتك قلت، ازاي يعني استعديتوا بعد مباراه كاس مصر على طول؟ ازاي هيئتوا نفسكم طبعا ان بعد التتويج ببطوله زي كاس مصر ان انتوا تستعدوا لمباراه في بطوله الدوري؟ صح زي ما حضرتك قلت، ساعات بتبقى صعبه شويه ان انت بعد ما بتكسب بتريح، بس احنا خدنا يومين اجازه ونزلنا اتمرنا تمرينتين قويين جدا. كوتش جوستي قال لنا الملف اتقفل، البطوله اتحطت خلاص في الدرج وهنركز على الفتره اللي جايه. البطوله الدوري بطوله الاهم ان احنا محتاجين نكسبها عشان ان شاء الله يبقى السنه دي يعني نبقى كسبنا كل البطولات اللي لعبنا فيها واشتركنا فيها، وده يعني هدف الفريق وان احنا مركزين جدا في الموضوع ده ان شاء الله يعني نهدي جمهورنا اللي يبقى كسبنا البطوله العربيه والمرتبط والكاس والدوري ان شاء الله. كابتن عمرو طبعا ازاي بقى المباريات القادمه هتستعدوا لها ان شاء الله؟ مباراتكم مع مصر التامين في الدور الثمانيه. هو الماتش بعد بكره، احنا عندنا دلوقتي هنعمل ريكفري وتلج وحاجات كده، وبكره هنتمرن تمرينه وخلاص، يعني هتبقى اظن انها هتبقى على الحاجات التكتيكيه اللي احنا هنعملها والتعديلات اللي احنا الاخطاء اللي وقعنا فيها النهارده عشان نكررها، وزي ما قلت يعني انت واخدين الامور بجديه عشان نكسب الثلاث ماتشات ونخلص 3-0 ان شاء الله. ان شاء الله كابتن عمرو ببارك لحضرتك جدا وببارك كمان ليوسف. يوسف مبروك يا يوسف. مبروك يا كابتن. شكرا قوي، شكرا كابتن النادي الاهلي. كده طبعا كان لقائنا يا كابتن هيثم مع عمرو الجندي واحد من نجوم النادي الاهلي وكمان يعني واحد من نجوم مباراه اليوم. طبعا انا معاك يا كابتن هيثم لو في اي سؤال، والان عوده مره اخرى للاستوديو، كلمه ليك يا كابتن هيثم تفضل. زميلتنا